وحضر النجم اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده نيكولاس انيلكا. طبعا اكيد حضراتكم فاكرينه، نجم كبير جدا، لعب في ريال مدريد ولعب في ارسنال ولعب في تشيلسي ولعب في عدد من الانديه الاوروبيه الكبيره في الحقيقه يعني، وهداف كان كبير، وحضر لتدريبات النادي الاهلي اليوم. التنسيق كان تم ازاي؟ كان تم من خلال الوكيله بتاعته او الوكيل بتاعه مع زمايلنا في قناه النادي الاهلي، والراجل لما عرف النادي الاهلي موجود في دبي فكان حريص جدا جدا ان هو يكون متواجد في التدريب النهارده ويتفرج على فريق النادي الاهلي، وخد بعض الصور التذكاريه زي ما حضراتكم شايفين كده، سواء مع مدير الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ او مع بعض الجماهير الاهلاويه اللي كانت بتحضر هذا المران وتؤازر اللاعبين، وخصوصا ان في دبي كل الاهلاويه او المصريين الجاليه المصريه اللي هناك بيبقوا حريصين جدا جدا على التواجد. دي لقطات من تدريبات اليوم واستعدادات كلها مهمه بالنسبه لفريق النادي الاهلي لمرحله مغايه في الاهميه بالنسبه للمجموعه ككل. ده امير توفيق وايضا بيصافح انيلكا النجم الفرنسي الشهير. طبعا كابتن سمير عدلي ايضا موجود المدير الاداري للنادي الاهلي، فبالتالي ده فيما يتعلق بمران اليوم. خلينا اقول لحضراتكم ان كمان النادي الاهلي بيوجه الشكر لنادي شباب اهلي دبي ومن خلال الكابتن سعد الحفيظ مدير الكره، واللي وجه الشكر لاداره نادي شباب اهلي دبي على استضافتهم للتدريبات وللمعسكر بشكل كامل. بالمناسبه المفروض الملعب اللي احنا شايفينه دلوقتي ده كان هيبقى ليه صيانه او هيبقى ليه بعض التجهيزات والاصلاحات، فبالتالي اداره شباب اهلي دبي ارجاوا كل هذه التجهيزات لما بعد انتهاء معسكر النادي الاهلي. دايما العلاقات ما بين مصر والشعب الاماراتي دايما علاقات غايه في الروعه في الحقيقه ومميزه جدا، وبالتحديد كمان ما بين ناديي اهلي او الاهلي المصري واهلي دبي علاقات متميزه جدا، ودايما لما في معسكرات هناك اهلي دبي هو بيستضيف المعسكرات الخاصه بالنادي الاهلي. فطبعا كان في شكر من الجانب الاهلاوي المصري للجانب الاهلاوي الاماراتي من خلال الكابتن سيد عبد الحفيظ. ايضا من ضمن الاخبار تدريبات في الجيم للاعبي الاهلي صباح اليوم، وده جزء من البرنامج الخاص باللاعبين، البرنامج التدريبي، تدريبات صباحيه في الجيم وتدريبات المسائيه اللي احنا شايفين لقطات منها في هذه اللحظات. فحص طبي بالنسبه لحسين السيد، امبارح حسين السيد في المران الثاني هناك في دبي تعرض لكدمه قويه في الركبه، فبالتالي في فحص طبي ليه، وبناء على هذا الفحص هيتم تحديد موعد مشاركته في التدريبات، وان شاء الله تكون خفيفه، هو بس ركبته يعني ورمت شويه، بس ان شاء الله تكون خفيفه بعد الفحوصات الطبيه نشوف حسين السيد. وكمان شويه هنتواصل مع زمايلنا اكيد هناك في دبي عشان نعرف كل الجديد اللي بيتعلق بالفريق يعني، فان شاء الله يعود سريعا حسين السيد. بكره باذن الله هيبقى راحه للفريق بعد 3 ايام تدريبات، فالجهاز الفني ومستر فيلر قرروا ان يبقى في راحه بكره، وهيبقى في ايضا جوله حره للاعبي النادي الاهلي هناك في دبي على ان يستأنف الفريق ان شاء الله بعد بكره تدريباته بشكل طبيعي.